معاودين هسه انتم تخافون علينا من كورونا، ترى احنا راح نموت من الجوع، ما يصير هالشكل. حتى راتب تقاعد ماكو، الله ما يقبل تقاعد. هم انطونا كنا ناخذ 2 بالشهر، 3 هسه اليوم 3 ماكو، 4 ماكو، 10 ماكو، يعني شلون نموت من الجوع؟ انتم خايفين علينا ولا على نفسكم؟ والله العظيم يا الله يكون بعافيه، ننكر على يما داين واروح اتزوج، والله يا عمي يا اسلام يا دنيا داين واروح اتزوج. هاي المره داين والله العظيم انطت لي فلوس، رحت اتزوج وجيت هسه قلت ما ردي بالبيت والله. عمي بالبرلمان ترى ما يهمه، عندهم رواتب، عندهم امتيازات، عندهم حمايات، عندهم مخصصات، من يهمه يا فقير يا سخام يا ضام، عمي ناس حراميه الله وكيلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع كما شاهدتم في هذا المقطع هو الحديث عن وضع العوائل المتعففة في العراق، فقراء العراق، في ظل فرض حظر التجوال من قبل السلطة في بغداد، وكيف أن الناس الآن يتضورون جوعا ولا يوجد دعم حكومي ولا يوجد تدخل حكومي لمساعدتهم لإنقاذهم من هذه المأساة. يعني السلطة تفرض حظر التجوال ولا تدبر شؤون الناس، وكيف ولا تتساءل كيف سيعيش العراقيون في بيوتهم وهم بلا طعام بلا شراب بلا مال يتبضعون منه. وبالتالي هي أصدرت هذا القرار دون النظر إلى التداعيات التي قد تنتج عن هكذا قرار، أو النتائج العكسية التي قد تخرج من هكذا قرار، وهي أن الناس بدل أن يموتوا بكورونا أو بفيروس كورونا سيموتون من الجوع. هكذا هو لسان حال المواطنين العراقيين. إذا ما وظيفة خلية الأزمة المشكلة من قبل السلطة الحاكمة؟ ما هي الاستعدادات الحكومية إن كنا نرى العراقيين بهذه الصورة حقيقة، وصور مؤلمة للغاية، وهم يتحدثون أنهم يتضورون جوع وبلا رواتب تقاعدية أو رواتب موظفين، وهناك أيضا حديث من عدنان الزرفي أن الرواتب قد ربما تدفع للنصف فقط ولا يستطيع أن يدفع للباقي. ما مصير العراقيين في بيوتهم أو داخل العراق في ظل هذه الأزمة الكبيرة؟ ألم تنظر الحكومة أو السلطات في بغداد أو الأحزاب الموجودة في الحكم إلى وضع العراقي البسيط الفقير الذي يعتاش على دخل يومي فقط، أو يعتاش على راتب تقاعدي أو غيرها من هذه المداخل التي تأتي منها أو تأتي منها الأموال بالنسبة له، وهي تقطعت وتوقفت بسبب أزمة النفط الحادة وكذلك أزمة تفشي فيروس كورونا وفرض حظر التجوال؟ هذا الشق الأول من حلقة اليوم. الشق الثاني، في الوقت الذي تفرض فيه السلطة في بغداد حظر التجوال، نرى الإيرانيين يستمرون بالدخول إلى العراق برا وجوا بلا توقف، وكان لا يوجد حظر تجوال بل بحماية قوات حكومية. وسنعرض مقطع بعد قليل ستشاهدونه عن سيارات كبيرة لنقل المسافرين تأتي برا من إيران إلى العراق بحماية قوات حكومية داخلة إلى العراق، بحماية قوات حكومية بدون فحص طبي، بدون حجر صحي، بدون أي شيء، ويدخلون إلى العراق وكأن لا يوجد حظر تجوال. وموضوع قرار إغلاق الحدود مع إيران هو بالطبع قرار وهمي، لأنه ما يظهر على الشاشة هو عكس ذلك تماما. نذكر هنا مشاهدينا الكرام، وقلنا سابقا بأن المنظمات الإنسانية أو الجهات الإغاثية التي تساهم ب إغاثة العوائل العراقية المتعففة، من الناحية الإنسانية وكواجب أخلاقي يجب أن نذكر هذه المنظمات أو هذه الجهات التي تقوم بالمساهمة بدعم العراقيين قدر المستطاع وفق إمكانياتها البسيطة المحدودة. طبعا هيئة علماء المسلمين في العراق وزع فرعها الإغاثي، فرع الهيئة في قضاء أبو غريب غرب بغداد، الوجبة الثانية من السلات الغذائية للعائلات المتعففة من أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الأعمال اليومية التي تضررت أو الذين تضرروا بسبب حظر التجوال، وتضررت أسباب كسب عيشهم بعد طبعا حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا. وزع فرع الهيئة 100 سلة غذائية تحتوي على مواد غذائية ضمن أعمال الفرع لإغاثة أبناء الشعب العراقي والوقوف معهم في الظروف التي تمر بها البلاد في الوضع الحالي القاسي. منظمة هيئة علماء المسلمين بقسمها الإغاثي أو هيئة علماء المسلمين بقسمها الإغاثي ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية دائما ما يتعاونون حقيقة على
دعم ومساعدة العوائل المتعففة النازحين في المخيمات والآن في الوضع الحالي الذي يعيشه العراق. هذا واجب أخلاقي وإنساني، يجب أن نذكر هذه الأمور. لكن من الناحية الأخرى نتساءل عن دور الدولة صاحبة المليارات وصاحبة الإمكانيات، أين هي والمواطن العراقي الآن يتضور جوعا؟ لماذا نراهم يستمرون الآن بالحديث عن من سيستلم رئاسة الوزراء ولا يفكرون كيف سيأكل المواطن العراقي بسبب فرض حظر التجوال؟ طبعا أيضا لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم الآن بخصوص موضوع خلية الأزمة والاستعدادات أو استعدادات الحكومة لمقابلة أو مواجهة أو التعامل مع تفشي فيروس كورونا في العراق. ليس فقط من في داخل العراق من العراقيين هم متضررون، نرى من في الخارج من المغتربين أيضا متضررين بشكل كبير. هناك الكثير منهم عالقون في دول أخرى لا يستطيعون العودة. لم تهيئ الحكومة في بغداد أو سلطة المنطقة الخضراء أي وسيلة لإعادتهم إلى بلدهم. نتابع هذا المقطع من ألمانيا حيث هدد عراقيون مغتربون في ألمانيا السلطة بأنهم سيقومون برفع دعوة قضائية ضد خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا إذا لم يتصرفوا ويقوموا بإعادة العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق من ألمانيا أو من أي دولة أخرى في العالم. فلنشاهد هذا المقطع. خلية الأزمة، نحن العالقين في ألمانيا سبق وأن ناشدناكم قبل أيام بضرورة استحصال موافقة لهبوط طائرة عراقية مستأجرة في ألمانيا، وقد حصلت موافقة السلطات الألمانية مشكورة، لكنكم تلكأتم بحجة عدم وجود أماكن للحجر، وسبق وأن أدخلت عشرات الآلاف ومئات المسافرين بدون حجر. أما اليوم هذا عذر غير مقبول، نحملكم المسؤولية كاملة وسنقيم دعاوي عليكم في المحاكم العراقية والمحاكم الدولية لما يجري لنا. قبل 3 أيام توفيت السيدة زوجة الأخ حسين عذاب بسبب الكورونا، وزوجها الآن أيضا مصاب في الإنعاش في مدينة ميونخ الألمانية. من يتحمل مسؤولية هذه الأرواح غيركم؟ وستزداد الوفيات كثيرا، لأن الوضع هنا سيء جدا جدا سيء في ألمانيا. نريد إعادتنا ولا منا لكم علينا، هذا واجبكم، تحملوا واجبكم وإلا الشعب سيقول كلمته فيكم. تابعتم إذن مشاهدينا الكرام هذا الحديث من مواطن عراقي مغترب، وهو لسان حال كل العراقيين المغتربين الذين علقوا في دول كثيرة حول العالم ولا يستطيعون العودة. طبعا الطرق تقطعت، السفر توقف، وموضوع الحوالات المالية المصرفية أو البنكية قد توقفت، وبالتالي هم عالقون أيضا بلا طعام بلا مال بلا شراب بلا أي شيء، عالقون في دول. عرضنا قبل بضعة أيام العراقيين العالقين في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف أنهم يعانون لمدة 15 يوما. لما عرضنا المقطع كانوا عالقين في الإمارات لا يستطيعون العودة، أرسلوا رسالة إلى السلطة بالتدخل من أجل إجلائهم من الإمارات أو من دبي لإعادتهم إلى العراق، لكن لم تستجب الحكومة في بغداد إلى هذا الموضوع إلى هذه الأصوات. الأصوات أيضا بالنسبة للداخل العراقي لم تستجب إلى أصواتهم، والموضوع على ما هو عليه بالنسبة للعراقيين. دعونا نستقبل أول اتصالات مشاهدينا الكرام معنا في هذه الحلقة، ثم نتطرق بعد قليل أيضا إلى قضية استمرار دخول الإيرانيين. معنا وعد من الموصل، تفضل يا وعد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، بخصوص اللي دا يجونا من إيران حاليا، اللي هي البارحة وأول بارحة اللي دا الحشود اللي دا تجينا من إيران على النجف، يعني يعني هواية أمور وأمراض تكاثرت، يعني خاصة البارحة واليوم وصلت إلى 170 حالة بسبب هاليومين اللي دخلوا بها هاي الزوار. زين أين وين خلية الأزمة؟ طيب وين حضرة التجوال؟ مو أنا خلت تطلع، يعني هم دا يقولون إحنا فارضين حظر تجوال، وقتلوا ناس بالناصرية لأنهم طلعوا من الجوع. طيب ليش يفرض بس على العراقيين؟ هو قلت لك حظر تجوال علي أنا وعلاك وعلى الفقرة اللي ما عندهم نقمة عيش يعيش منها، مثل أنا هسه عايش على بسطية وعلى فتشي يومي 10,000 دينار، مسوين علي حظر تجوال على زين منين أوكل عائلتي؟ أنا قاعد ببيت إيجار 150,000 دينار. نعم.
وبسبب هذا المرض الوبائي اللي يقولونه كورونا وكورونا اقطعوا الحدود، سد الحدود، الايرانيين تلعب بكيفهم يمنا واحنا ما نقدر نطلع نعيش حوالينا. نعم. وفوق هذا كله يعني الموضوع خصوص العفو اللي هسه صادرينه، العفو الخاص على مود الشجناء. نعم. ليش العفو الخاص؟ اللي الخاص هو الشخص يخص المسؤولين اللي عندهم اللي دفعوهم وسووا جرائم تحط الناس المتظاهرين. نعم. راح يطلعونهم ويخلونهم. هي اكثر الناس هسه يعني كلها متحاكمه باربع ارهاب، كل الابرياء كلهم باربع ارهاب. نعم. زين وين الحكومه؟ وين الدوله؟ وين اللي يقولون وين هاي النواب وقت الانتخابات؟ كرتات وهاك وهاك وهاك. خلي يطلعون هسه يحشون، خلي يدافعون عن السجناء الابرياء كلها اللي متلطخ ايده بالدماء. مع السلامه، احنا كلنا نقول لا لحد طلعه. بس زين انا عندي اخ احمد. نعم. المهندس اللي هو اسمه لحد الان تهموه بتهمه 15 سنه حكموه اللي هو سوى بالسليمانيه مسجون. لا. يعني هل من المنطقي هل من المنطق او العقل او العدل انه العراقي اللي يعاني بهذه الطريقه ان كان برا بالعراق يعني او كان داخل المعتقلات والحكومه دا تفكر الان وداخله بصراعات ونزاعات ومشاكل على شخصيه رئيس الوزراء ومنو يختارون عدنان الزرفي لو لا وتاركين العراقيين الناس البسيطه كاتلهم الجوع والفقر او بالمعتقلات معتقلين اللي يشوفوهم يوميا انواع العذاب؟ اخي العزيز احنا هسه انا متكونين بيناتنا العراقيين على مود لقمة عيشنا والمسؤولين متكونين على الكراسي هسه ما نعرف يعني هسه بريد نداعي بشجناءنا وبالابرياء نداعي منهم نداعي الزرفي لو نداعي العبادي لو نداعي عبد المهدي اختارينا احنا بيناتنا اختارينا يعني ما نعرف نداعي منهم ما نعرف منو رئيسنا هسه نعم يعني كل ساعه طالع لنا رئيس جديد كل ساعه طالع لنا ما ادري شنو يعني يريد هسه كل اللي بيده يريد لنا رئيس جديد حتى نقدر نطالب بحقوقنا العراقيين اللي طلعوا بثورة تشرين يا وعد واللي طالبوا بإسقاط هذا النظام وإزاحة الموجودين الأحزاب الفاسدة بكل الوجوه وكل الشخصيات ما تنتظر من هؤلاء أنه يطلعون بعدنان الزرفي أو أي وجه جديد أو أي وجه موجود مستعمل من اللي موجودين بالعملية السياسية لأن كلهم مشاركين بالعملية السياسية. العراقي اللي طلعوا بالثورة واللي أنفقوا هاي الدماء من شهداء وجرحى حتى بالنهاية يجي وطني مو يجينا واحد جاي بالعملية السياسية من 2003 ولغاية هاي اللحظة ومطلعيه على أساس أنه هو الاختيار الجديد. طيب من اختاره من الشعب؟ أخي هو ما حد اختاره لحد الآن بيدهم من يومهم كلهم شعبيتهم والقرايب واللهم هم اللي دا يسوونهم أعلام وجاي يساعدونهم وكذا. زين أنا أريد أعرف شغلة واحدة غير غني قناتكم المفضلة أنتم اللي هسه حاليا بين كل القنوات أتحدى هسه قناة طلعت قرار بعفو السجناء يعني طلعت اللي الصوت مال الناس اللي دا تتواصل وياكم خلي من هالقنوات يطلعوا لنا صوت واحد. طيب صوت واحد يطلعوا لنا. أنا أشكرك يا وعد من الموصل أشكرك أكتفي معك بهذا القدر. معنا السيد أبو حسن أبو الحسن من بغداد. تفضل يا أبو الحسن. السلام عليكم أخوي أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التي تنقل الحقائق وما يجري في الساحة العراقية وبالذات حول الأزمة الجديدة اللي هي أزمة فيروس كورونا. نعم. احنا نعلم وانتم تعلمون انه الوضع القائم الآن لا نترجى شيء انه يعالج هذه الوضعية. الأزمة الآن اخي محمد. نعم. الآن في بغداد كل أبناء بغداد الآن محصورون بالبيوت. نعم. وعدم الخروج أي مواطن إلى عمله سواء أبو تاكسي أو أبو محل، وبالتالي نشوف المحلات الغذائية اللي هو عايش صاحب العائلة عايش عليها أيضا. نعم. سدوها ونتيجة هذا نشوف مفارزهم الدوريات مالتهم والضباط يأخذون أتاوي من قسم من المحلات في سبيل يفتح. نعم. لأنه قوته وقوة عائلته. وبالتالي ايضا اخي هذه الظروف. نعم. هذه الظروف نتيجه هذه الظروف انه لازم على الحكومه ان توفر المعيشه الكامله وتتحمل مسؤوليه كل مواطنين العراقيين. نعم. نتيجه هذا الظرف المأساوي وبالتالي ازدادت امراض الكورونا وازداد الوفاء في بغداد. نعم. هذا ترى الاعلام كله كذاب. يعني اليوم حادثتين في مستشفى الزعفرانية. نعم. حادثتين مصابين بكورونا وتوفوا وهذا. نعم. الإعلام كاذب مال هذه الحكومة العميلة الإيران. يعني أنت تقول يا أبو الحسن أنت تقصد أنه الأرقام اللي تعلنها السلطة الآن بخصوص أعداد المصابين أو الوفيات بفيروس كورونا غير صحيحة؟
نعم غير صحيحة، لأنه إحنا حسب معلوماتنا وحسب اطلاعنا الميداني هذولا كذابين، إنه نعرف عدد الوفيات لأنه مناطقنا نعرف إنه هذه الوفيات إيش قد. نعم. أي نعم. فبالتالي المواطن يريد يسد حاجته الأساسية رغم الظروف المعيشية اللي عايشها بصعوبة، وأيضا الحكومة تتحمل أقلها خل تمطي حبة تموينية كاملة حتى ذاك الوقت يقدر المواطن العراقي يقعد ببيته حتى لا ينصاب بهذا المرض. وهذا سبب عدم توزيع المصارف فلوس للمواطنين وبالتالي الغذاء حتى يجعلون من المواطنين الخروج وبالتالي ينصابون بمرض الكورونا، وهم هاي رايديها لأن مؤامرة من إيران والحكومة الحالية. اثنين ثورة تشرين حول المرشحين، ثورة تشرين رفضت كل مرشحين الأحزاب لأنه يريدون إنسان يقود العراق وطني وليس اللي يجوي مع الاحتلال، ومنذ 2003 ولحد الآن حكمة ما سووا شيء إلى العراقيين. فثورة تشرين تريد تغير الوضع المأساوي في العراق وترفض كل الأحزاب الحالية اللي اشتركت في العملية السياسية. ثلاثة العفو اللي أطلقوه، إيران أعفت سجناء والآن العراق لم يعفي أي سجين وإنما أعفوا الميليشيات اللي قتلت العراقيين و ايضا مسؤولين اللي سرقوا من اموال العراق. وضحت يا ابو حسن، انا اكتفي معك بهذا القدر، اكتفي معك، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. سعد من الاردن، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت اعلق على الاخ اللي اتصل قبل شويه ويقول معلومات غلط، صحيح غلط المعلومات. نعم. انا مقيم بالاردن. عراقي. يعني عدد سكان الاردن كم بالنسبه لعدد سكان العراق؟ يعني بحدود 3 أضعاف أو 4 أضعاف، صح ولا لا؟ نعم. يعني الأردن فيها إصابات 400 إصابة والعراق فيه 700 إصابة، معقولة هذا؟ في الإصابات كبيرة بس الناس ما. والإجراءات عندكم بالأردن شلون هي يا سعد؟ خلنا نأخذ فكرة. الإجراءات أنا قبل فترة اتصلت عليك وقلت لك يعني الأردن دولة فقيرة بس إجراءاتها يعني لأن حكومة. يعني حكومة ما بيها فساد، إجراءاتها كانت صارمة. نعم. يعني تصور اللي هم كانوا يشتغلون يومية عمال يومية في وقتهم صندوق تبرعات وعطوهم رواتبهم. نعم. السعودية نجي للعراق اللي عنده ميزانيات أو أموال تضاهي ما يملك الأردن 10 أضعاف. طيب شنو اللي قدمه للشعب؟ تدري لو مستجيبين لصوت الشعب من ثورة تشرين، بداية ثورة تشرين، وحاطين رئيس وزراء نزيه وحاطين وزراء نزهاء، كان هسه العراق صار المرتبة الأخيرة بإصابات كورونا. نعم. كان سكر الحدود مع إيران، كان وفر ملتزمات للشعب عشان ما يطلع برا ويحضر التجوال. يعني دولة تلزم شعبها بحضر التجوال وهو جوعان، وتدخل إيران والشعب الايراني الدخله اللي هو المرتبه كان الثاني لاصابات كورونا. نعم. يعني انت دوله حتى لما تصرح تكون كاذبه، كيف راح انت تثق فيها وتحط لك وزراء نزيه؟ طيب انا يعني اكتفي معك بهذا القدر يا سيد سعد، واشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا احب ان اغني هذا الموضوع بشيء اللي انا اشوفه بعيني. نعم. يعني تصور اذا اكو موظفين لشهر اذار ولحد الان واحنا اليوم 5/4. نعم. ما مستلمين رواتب موظفين. نعم. تروح للمخرج الشرطه واقفين برا يقول لك ما عندنا فلوس. روحوا للمنافذ ومكاتب الصيرفه. نعم. تروح للمنافذ ومكاتب الصيرفه يقول لك ما عندنا فلوس. وتطلع مديرة عامة المصرف الرافدين ب4-5 قنوات. نعم. وتضحك وتقول احنا عملنا الفلوس وراتب الموظفين من زاقو الى الفاو. وماكو. نعم. استقطاعات، اي استقطاع ماكو. رجعنا لقينا نفس الاستقطاعات. واكو انا اكلمك الان اكو موظفين وخاصة المعلمين والمدرسين
الى حد هاي اللحظه ما مستلمين ولا فلس واحد، فما بالك بالانسان الفقير والمعدم. نعم. ما بالك بالانسان اللي ياخذ قوته اليومي من خلال عمل يدوي. نعم. هذا من يعيش؟ من يعيش عائلته؟ بعدين ما تسمى جزافا بخليه الازمه. نعم. يعني كل دول العالم سدت حدودها البريه والجويه والبحريه خوفا من انتقال هذا المرض الفتاك، لانه ما له علاج باستثناء ايران. الايرانيين يطبون، بينما تتناقل الاخبار وصور الفيديو والقنوات الفضائيه 600 عراقي كانوا مقيمين بايران طلعوهم بالشلاليق. تعرف شنو بالشلاليق؟ احنا الى اي مدى هذا الاذلال والاهانه وتحمل المذله؟ والشعب في واد والحكومه في واد اخر. كل دول العالم راح لاحظت الاخبار والخبر الرئيس بكل قنوات العالم عربيه واجنبيه. اول خبر عن كورونا واخطر وكذا، بينما شوف القنوات او الاخبار عدنان الزرفيصر رئيس وزراء لو فلان لو هذا الوخرة. ناس ما يستحون ثانيا، ماكو عندهم سد رصيد ضامنين الازمات حتى ينقذون هذا الشعب المسكين اللي بيموت. يعني حتى طيب. صور حتى اللي يموت يلحقوه وين ما يبدو يدفنوه ممنوع. واحد اضيف لك شغله على الكذب الاعلامي، فقط البارحه في ناحيه المشخاب التابعه لمحافظه النجف 34 اصابه. نعم. فقط في ناحيه. انت على طاري النجف يا ابو زينب، الايرانيين مستمرين يدخلون عليكم ويتجولون بالمحافظه وبعلم وبحمايه الحكومه وقوات الامنيه. طبعا هاي هي، ماكو انه بس على قولت هذا يقول عرب وين طنبوره وين. نعم. الشعب جاي يموت من الجوع، جاي يموت من العذاب، جاي يموت من كل شيء، وهذول حايرين بس من يصير رئيس وزراء. طيب انا اشكرك يا ابو زينب من النجف، معنا السيده ام ميلاد من الموصل. تفضلي يا ام ميلاد. قد نتصل معها السيدة أم محمد من النجف. تفضلي أم محمد. أم محمد، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم أستاذ محمد، شلونك خالة؟ الحمد لله بخير، تفضلي. شلونك ضحك؟ الله يسلمك، الحمد لله. شلون صوتك بعد عين استاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. استاذ محمد توين غير صوتهم على العفو العام، تعال استاذ. هم مثلا اولاد بيتي يعني شطيهم انا، يعني لا كفو فلس لا هاي يعني. لا مراعاة لا وجبة. وجبة ماكو، كل شيء ماكو. مساعدة من الدولة يا ام محمد؟ ماكو والله، كل شيء مساعدة ماكو. والله العظيم ما انا ما راح ارمى ما حزي، وانا ذولا جهال بيتي بربوكتي وبيتي العلويه، يعني انا شو اسقيهم ذولا؟ ماكو واحد دق علي الباب من ذولا. شلون عايشين حجي يا ام محمد؟ شلون عايشين؟ ماكو قالوا هم يعطون كل نفر 30 وماكو، وسجلنا عند المختار وماكو. نعم. الله يكون بعونكم. يعني انا شطيهم ذولا، شطيهم. يا قالوا العفو العام خيطنا ابوهم خيطلع. نعم. والله شلون عايشين هيك بالذله، والله بالذله، والله يا استاذ بالذله، والله يا استاذ بالذله. يعني عايشون بالذله، والله بالله. يعني هاي هم حكومه، ما ذولا الديون شنو حصل من عندهم ذولا الديون؟ هم بالله، والله بالله. ذلونا هالحكومه، ذلونا. الله يصبركم ويكون بعونكم ان شاء الله يا رب. دموعك غاليه سيده ام محمد، دموعك غاليه. أشكرك للمشاركة. يعني حقيقة هذه الأصوات حقيقة تؤلم مشاهدينا الكرام، الاستماع إليها. و يعني للأسف لا يوجد ضمير يتحرك من هؤلاء الساسة الموجودين في العملية السياسية، والذين خرج منهم نواب يمثلون أو يتحدثون عن تمثيل هذه المحافظات الوسطى، الجنوبية، الغربية، الشمالية، بغض النظر من يمثل أي طرف من العراق. لم يقوموا بتمثيل محافظاتهم على الوجه الأمثل، والدليل هذه الأصوات التي نسمعها الآن
مليئة بالألم والحسرة والحاجة والعوز في ظل غياب الدور الحكومي عن مساعدة الفقراء والمحتاجين، وكذلك السياسات الحكومية الخاطئة والفاشلة تجاه القضايا الكثيرة التي تواجه العراقيين. السيدة أم ميلاد من الموصل عادت مرة أخرى، تفضلي يا أم ميلاد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ احنا عندنا معتقل. نعم. من 2015-19-11 راح بسيطرة الرزازة وانفقد. نعم. يعني احنا نريد نشوف يعني شنو مصيرهم، ما خلينا مكان يعني ما دورنا له وما لقينا. نعم. هاي صار 4 سنين. يعني ما خلينا مكان بالمحكمة، محكمة الساعة، بلجنة الشعب، ما خلينا. يعني ماكو تعبنا واحنا ندور، هاي صار 4 سنين، عنده أطفال. وتعرف هسه المعيشة صعبة. نعم. ويعني نريد احنا يعني نريد اهلنا وولدنا، وين هاي العفو العام؟ ايش سوينا هاي الحكومة الفاسدة؟ نعم. احنا يعني نريد يعني هاي صار كم سنة؟ وين نمضي وجهنا؟ وين نركز ماكو؟ نعم. الله يكون بعونكم، ونتمنى صوتك يوصل يا أم محمد أم ميلاد، نتمنى صوتك يوصل للي عنده القدرة إنه يتدخل للعالم، لعل وعسى، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه أصواتكم وهاي المطالبات وهذا الزخم لإخراج إخراج هاي الميليشيات هم اللي أخبط. يعني هاي سيطرة الرزازة آلاف من الناس راحت، هاي يعني صار والدي صار له 4 سنين وما يعني يقولون نبجف الصخر موجود، ما حد يعرف وين صاره. نعم. الله يكون بعونكم، وأنا أشكرك يا أم ميلاد للمشاركة، ونتمنى هذه الأصوات تصل إلى من يهمه الأمر، لعل وعسى أن يكون باستطاعته أن يتدخل لحل أزمة المعتقلين والمغيبين العراقيين في الداخل. عمر من الموصل، تفضل يا عمر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. والله أستاذ محمد ما نعرف من نبديها، الوضع منهار، يعني وضع لا دولة. نعم. يعني عز انهيار على كافة الأصعدة. نعم. خاصة في مدينة الموصل التي عانت الأمرين في المرحلة السابقة. نعم. في الإعلام يتكلمون عن توزيع الحصص، أن البطاقة التموينية كاملة وجاهزة ولا يوجد سوى الطحين عند الوكلاء. نعم. نعم، ننظر إلى الدول الباقية كيف يعني اهتمت برعاياها وحتى المقيمين فيها. نعم. بعكس العراق، كأنه نحن عايشين من غير كوكب، ما بس من غير دنيا، لو حتى العراقيين في غير دول ينعمون بالخيرات من تلك الدول، فكيف الحال في أرض العراق؟ لا يوجد أي شيء، ما مهتمين بأي صعيد كان. نعم. يعني هذا الحمد لله المرض من الله سبحانه وتعالى أنه منجي هاي المناطق، وإلا لا توجد كوادر، مستشفيات متهالكة. نعم. ما عمره لكم الموصل؟ ما عمره لكم الموصل يا عمر؟ أنت ابن المدينة وريد نسألك. نعم. ما عمره لكم المدينة؟ لا يوجد أي أعمار، سواء المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني. الجانب الأيمن شنو وضعه هسه يا عمر؟ الجانب الأيمن يعاني الأمرين، كأننا حتى جيوش الصومال ربما تعيش أوضاع أحسن منهم. نعم، وإحنا تعرف أنت يا عمر وحضرت لما كان العبادي موجود وسوى مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت، وهاي الفلوس وملفات الإعمار، وكل شوية يناقشون إعمار المدن والمناطق المتضررة، وين هذا الحكي كله على القاع؟ ثق بالله يا أستاذ محمد إن هذا الكلام لا يتعدى، ربما الحبر الذي صرف على هذه الأوراق أغلى من الكلام. نعم. نعم. الله يكون بعونكم يا عمر، أنا أشكرك من الموصل كنت معنا. يعني هذه الأصوات هي شهادات من عراقيين موجودين على أرض الواقع داخل العراق، يعيشون الوضع داخل العراق لحظة بلحظة، وينقلون لنا المعاناة الحقيقية الموجودة. يطلع على وسائل الإعلام الحكومية أو الميليشياوية أو الحزبية، هذا كله نفس اللي يقولوا العراقيين اللي يخابرون ويتصلون واللي يكتبون، كله شو إعلامي تزييف للحقائق. الحقيقة موجودة في العراق بهاي الأصوات، هاي الناس اللي تذرف الدموع نتيجة الألم والمعاناة والمأساة، أو الناس اللي تشرح الوضع اللي هم عايشين به.
لأنه يعني هاي الشهادات هي أصدق من التزييف الإعلامي اللي دا يصير. والدليل أنه لما تطلع منظمة أو جهة حكومية جهة عفوا إعلامية أو صحفية تقوم بنشر خبر معين ينقل واقع حقيقة موجود في العراق، يتم يا أما الاعتداء على هذا المكتب أو هذه المؤسسة أو هذه الجهة أو إغلاقها كما حدث مع وكالة رويترز لأنها تحدثت عن التزييف الحكومي وإخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا. هكذا يتم التعامل مشاهدينا الكرام مع الأحداث الموجودة داخل العراق ومع القضايا بكافة جوانبها. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اخوان بالنجف يم مدينة العليم والدوريات وياهم واقفين، ولا كأن ماكو حجر. وين لؤي الياسر؟ استاذ لؤي الياسر الساب الدنيا وينه؟ بس خلي يشوفون، اقسم لك بالله هاي اليوم يوم اطلب 3-4 زين، يوم الجمعة زين، يم مدينة العليم زين. خلي يشوف لؤي الياسري وخابصين ارواحهم، الحجر وطايحين للعراقيين دق. شكرا يا استاذ لؤي الياسر ويا خليه العزبه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، استمعتم الى حديث صاحب المقطع من مدينه النجف وكيف ان الايرانيين يستمرون بالتوافد الى العراق بحمايه القوات الحكوميه. لا يوجد حظر تجوال الا على العراقيين فقط داخل العراق، والا لما شاهدنا هذه الصور وهذه المقاطع التي ترد يوميا تقريبا عن وافدين من إيران، مسافرين قادمين من إيران لأغراض كثيرة. ما الأسباب التي تمنع الحكومة من إغلاق أو سلطة المنطقة الخضراء من إغلاق الحدود مع إيران؟ لماذا لا تسيطر على الحدود؟ كيف تريد أن تسيطر على تفشي الفيروس في العراق وهي تسمح باستمرار دخول الإيرانيين؟ إيران بلد موبوء بكافة محافظاتها، بلد ضربه الفيروس بالعمق وهناك أعداد كبيرة جداً من المصابين، والسلطة الإيرانية تقوم بإخفاء الحقائق عن الأرقام الحقيقية للوفيات والمصابين داخل إيران، ومع هذا سلطة بغداد لا تأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وكأن شيئا لا يوجد بإيران وكأن الحياة طبيعية جدا ومن يأتي من إيران نقي لا يحمل فيروس. لا توجد إجراءات تدقيقية، لا يوجد حظر تجوال، لا يوجد حجر صحي، لا توجد أي إجراءات وقائية تتبعها سلطة بغداد في التعامل مع الوافدين. أصلا لماذا تستمر بفتح الحدود؟ هذا هو السؤال. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام لكي نواكب مع المشاركين على الواتساب. يقول نبدأ من أول الرسائل حقيقة الواردة، سيدة أم عبد الله من البصرة تقول: السلام عليكم أخوي، أنا أم عبد الله من البصرة. بخصوص موضوع العفو العام يقولون خاص معام، لا إحنا نريد عام. والله العظيم يا أستاذ زوجي حكمه 7 سنوات بسبب تهمة مخدرات وهو لا يتعاطى ولا شيء ولا لازمين عنده مادة، وإحنا حالتنا يرثى لها واني صاحبة بنات، يعني وين أنطي وجهي؟ ما نقول بس حسبي الله ونعم الوكيل. في رسالة تقول: نطالب بالعفو العام يشمل الجميع، ترى أكثرهم مظلومين، نرجو في كل حلقة المطالبة بالعفو العام الشامل للجميع ونرفض العفو الخاص. لدينا رسالة يقول المهندس أحمد المهندس يقول يقول أخي نطالب بالعفو العام، عندي أخي أحمد المهندس اعتقلوه ظلم، وين ننطي وجهنا؟ المحامين يأخذون فلوس بالكذب. في رسالة هناك من يحاول الاتصال ونعتذر عن هذه الخدمة غير متاحة. طيب نستقبل اتصالات ونعود لإكمال قراءة الرسائل. السيدة أسماء من ديالة، تفضلي أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إليك ولكل كاتب القناة، فرصة سعيدة حصلتكم وحشيتني. أهلا وسهلا يا أسماء، تفضلي. أول شيء
اخي والله لو يعني كنت اقدر اصور المقطع اللي في محافظه سليمانيه احد اقضيه محافظه سليمانيه لا. الايرانيين شلون طبوا هذا القضاء، والله لو مصورتها كان دازتها لكم شلون سيارات الحمل، وانا شفتها بعيني الارقام ارقام ايرانيه. نعم. بس ادري المسؤولين اللي بكردستان يفرضون حظر التجوال على المواطنين المواطنين، ليش ما يخلون هالسيارات الحمل الايرانيه يطبون؟ شلون ينطوهم مجال يخلوهم يطبون؟ نعم. والايران يعني هسه شلون يعني حتى اللي حكوا ايرانيين والسيارات الارقام كلها ايرانيه. نعم. شلون سمحوا بيهم يطبون لهذا القضاء؟ نعم. والقضاء بيه يعني كوما يعني قضاء كبير يعني هواي ناس بيه. نعم. يعني شلون يسمحون لهم؟ استاذ محمد اني كرديه. نعم. وما اخاف واحكيها لكم امام الملأ كله، خلي واحد يطلع يقول كلامك مو صح. فأني ما أخاف لا من مسؤول ولا من أي واحد، أنا أخاف بس من رب العالمين. طيب أنا أتمنى منك شغلة يا سيدة أسماء، بالمستقبل إذا أمكن إذا كان متاح ومو صعب عليك، يعني إذا كان باستطاعتك إنه تصورين هاي اللي تشوفيه هاي المقاطع توثقيها وترسلي لنا إياها على صفحة القناة على الفيسبوك عن طريق خدمة أنت ترى على موقع القناة الإلكتروني بأي طريقة تحبين. هاي المقاطع جدا تخدم في توثيق الحقيقة ونقلها للناس أو للعالم حتى يشوفون اللي دي يصير داخل العراق. أي والله أستاذ محمد إن شاء الله إن شاء الله بالأيام الجاية. نعم. والطامة الكبرى المذيع طلع في إحدى حتى صوروه بالقناة طلعوا هذا المقطع. نعم. شفتها إحدى القنوات الكردية. والطامة الكبرى المذيع شي يقول الدولة الإسلامية يا إسلام يا إسلام. أنا ما أخاف أستاذ محمد. تقصدين عن إيران؟ تقصدين عن إيران؟ إيه المذيع يقول سيارات الحمل عايد للدولة الإسلامية. وما يقول إيران، يقول الدولة الإسلامية. طيب. على يا إسلام، على يا إسلام، هو منو دمر العراق؟ إحنا نلوم الإيران. أسماء إحنا نلوم الإيرانيين اللي عنده يطبون بلدنا، نلوم اللي لازمين الحكم بالعراق اللي سامحين للإيرانيين أن يدخلون للعراق. اي احنا لا نلوم حكومتنا والمسؤولين اللي سمحوا للايرانيين، احنا ما نلوم ايران. نعم. نلوم اللي سمحوا للايرانيين يطبون للعراق ولكردستان. استاذ محمد انا هذا المقطع شفتها بعيني. نعم. وخلي يسمعوني القنوات الكرديه كلها طلعوا هذا التصوير وهذا. نعم. المقطع. نعم. بس شنو والله لو انا بلحظتها لو حاكيه كنت احكي وياهم ويا المراسل او ويا غيره، بس يعني طيب وضحت الفكرة يا أسماء. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا نعم إيران معروف دورها في العراق ومعروف سياساتها التوسعية، وكما هو متعارف عليه وكما مصنفة عالميا هي دولة إرهابية أو راعية للإرهاب، لكن عندما نتحدث عن من يتحمل مسؤولية تفشي الوباء في العراق نتحدث عن سلطة المنطقة الخضراء وأحزاب السلطة التي جاءت بعد الاحتلال، هي التي سمحت بتفشي الوباء بهذه الطريقة، هي التي لا تزال تفتح الحدود أمام الإيرانيين القادمين من إيران برا وجوا، ولا تضع شروط أو حدود أو قيود على دخول الإيرانيين، بالعكس هناك حرية، بينما العراقي يناشد لكي يعود إلى بلده بسبب أنه محبوس في بلدان أخرى لا يستطيع العودة، ولا توفر له السلطة أي وسيلة لإجلائه من هذه الدول التي علق فيها، أو في الداخل العراقي الذي يتضور جوعا والذي يحتاج إلى إعانة وإلى معيل، نجد هذه السلطة تتغاضى عن النظر إلى هذه الحالات لكنها تركز في كيفية إدخال الإيرانيين والسماح بإدخالهم إلى العراق. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة. بعد التحية، الكثير من العراقيين أصحاب المسؤولية تخلوا عن ماذا أفهم شنو عن شنو كلمة غير مفهومة، عيب عليهم وعار على كل عراقي سمح باغتيال الشهيد أم عباس وخص شيوخ وأمراء القبائل والعشائر العراقية، وأنا أقول وصمة عار اغتيال هذه الشهيدة بجبين أصحاب ذات المسؤولية، ولن تذهب سدى دماء الشهداء وسوف يدفعون الثمن باهظ الجنات. طيب شكرا يا سيد أبو حاتم. من معنا الآن؟
معنا اتصال السيد محمد من الموصل. أم محمد من الموصل، تفضل يا أم محمد. أم محمد فقدنا الاتصال. السيدة أم حيدر من البصرة فقدنا الاتصال أيضا. أبو علي من لندن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد شلونك عيني؟ الحمد لله بخير، تفضل. بالنسبة لهاي العصابات بالخضراء، نعم، مسوين حظر التجوال على الشعب، نعم، هذا الشعب اللي الكتل من الجوع، زين، نعم، وخالين هاي الحدود الداعشية الإرهابية الإيرانية مفتوحة، نعم، زين، يعني دولة والله العلي العظيم أسفل خلق الله دولة. هاي العصابات الخضراء، هاي الأحزاب القذرة التابعين إلى إيران، حاصرين الشعب بالبيوت، ها؟ نعم. منع التجوال، حظر التجول، وحاطين وفاتحين الحدود الإيرانية العراقية، نعم، فاتحيها مباح على بكرة أبيها. نعم. دولة شنو من سفالة دولة؟ بس أنا أطلب الشعب العراقي، دولة أخي ما يطلعون إلا بالقوة. نعم. دولة ما يطلعون إلا بإقمال مظاهرات سلمية ما ينفع ويا دول العصابات القذرة بالخضراء. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا يا أبو علي من لندن. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة سريعا جدا، وسأقرأ بشكل عشوائي مشاهدينا الكرام، لأنه القراءة من الأقدم للأحدث حقيقة تأخذ وقت طويل، وهناك أيضا من يكتب في لغاية هذه اللحظة، ولذلك سأختار بشكل عشوائي. يقول أحد المشاركين، أحد المشاركات نور من بغداد، بعد التحية والسلام، الحكومة العراقية قالت هناك عفو وإلى الآن لم يحدث شيء، صار شهرين ماكو مواجهات، ما نعرف صار بأولادنا وبناتنا، وين ما وين بالسجون العراقية. طيب، الشيخ أبو كرار من البصرة يقول: إلى أهالي أبو الخصيب الكرام، سوف تنطلق تظاهرة حاشدة في 15 من هذا الشهر، سوف نخرج ضد الحكومة الفاسدة، نحن نعتذر للمرجعية، لا يمكن أن نجلس في البيوت، خرجنا ضد الظلم بسبب ضد الجوع، ضد الأحزاب الفاسدة. أبو الخصيب شيب وشباب عهد الله وأنفسهم في 15. في رسالة لدينا: السلام عليكم، الحكومة من أعلنت حظر التجوال ما تملك أي خطة مدنية، يجب على الحكومة أن توفر كل مستلزمات المواطن. 2، الحكومة غير قادرة على منع زوار إيرانيين، هي حكومة مسيرة من قبل إيران. تحية إلى الثوار وتحية إلى شعب العراق. نوار من هولندا. في رسالة: السلام عليكم، أنا رجل معوق، عندي رعاية اجتماعية، أمس من وزعة وراحت شومنطوني وعندي 7 نفرات، وين أروح ما أدري، الله يكون بعونك. في رسالة: تحياتي لك المشاركة، ولا المأساة في العراق لا تنتهي، داعش وإيران وكورونا، كل الثروة العراقية تحت سيطرة إيران. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين: أتمنى قراءة رسالتي. يا شرفاء في الموصل، العائلة إذا عدهم معتقل ما ينطوهم المنحة عن طريق الوكلاء، هذا يا إنصاف يا عدالة، تراكوا ناس ما عدها، والوكلاء بالبطاقة التموينية مكيفين على هيك سالفة وشكرا. يقول أحد المشاركين: مساء الخير، أرجو منكم تحذير المواطنين من استعمال الكمامات من أي فرد يوزعها، خصوصا في المناطق الغير منتشر فيها الفيروس، والله يحمي العراق وأهله. أم سيف من الدورة، شكرا يا أم سيف. رسالة يقول أحد المشاركين: شلونك أستاذ محمد، أنا من ساعة محمد اللي حكيتك أنا وسلامي أوديك كلامي، سلامي برهم صالح. أقول ما دا أفهم، شكرا جزيلا للمشاركة غير واضحة. في رسالة: كثير يحاول الاتصال، وهناك من يرسل مقاطع صوتية غير متاح استماع إليها الآن. يقول أحد المشاركين: نطالب بالعفو العام عن السجناء وتبييض السجون وشمول المادة 4 إرهاب، لأنهم أبرياء أخذت منهم اعترافات جراء التعذيب الشديد، نتمنى المسارعة بالإفراج عن المعتقلين. أحد المشاركين يقول: العراق لا يريد الحكومة. في رسالة لدينا: مساء الخير، الله يخليك، ماكو أخبار جديدة عن العفو كما هو متداول لا جديد. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، أنا عراقي لاجئ في سوريا، أنا وأهلي تهجرنا أيام داعش،
ودخلنا سوريا واستقبلتنا ولازلنا استقبلتنا قوات ولازلنا الآن في سوريا مدينة القامشلي وكذا. طيب استلم الجيش الحدود وأصبح من المستحيل العبور للعراق إلا بشكل رسمي ونحن غير قادرين على هذا لأنه ما كاتب لي أنت شنو ونرغب بالعودة ونرغب بالعودة إلى العراق وديارنا. شكرا جزيلا. أخي أريد أتحدث عن مجزرة في سجن الناصرية، نتمنى تتواصل ويانا في حلقة غد أو تكتب لنا الموضوع وترسله على صفحة القناة على الفيسبوك إذا كان الموضوع، وإذا كنت ترغب بالمشاركة بإمكانك أن ترسل الرقم وسنتواصل معك. شكرا جزيلا. في أم حسن تقول أنا أم حسن عندي رسالة أريد أحكيها، تفضلي. رسالة: السلام عليكم، لا مكان لإيران في العراق وأننا عائدون، أخوكم منذر المالكي من البصرة. أحد المشاركين يقول نطالب بالعفو العام. وصلنا إلى ختام حلقتنا، نشكر الجميع من شاركوا ومن تواصلوا معنا ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.